Good morning, my student. How are you? Today we will take unit 14 from your activity book. اليوم ناخذ تمارين الوحدة الرابعة عشر من كتاب التمارين. Open your activity box. نفتح كتاب التمارين. Page number 53. صفحة 53. Write the date up. Write the date of the page. نكتب التاريخ على راس الصفحة. Today is the 29 of March 2021 Today is Monday اليوم هو يوم الاثنين Monday Monday Our lesson title is Where is the book shop Where is the book shop نتذكر مع بعض إنه كلمة bookshop معناها مكتبة. Look, exercise number one, look, انظر, read, اقرأ, and write, اكتب. There are four sentences, عندي أربع جمل. And there are four pictures, وعندي أربع صور. بدي أختار الجملة المناسبة لكل صورة. I want to buy some cakes. يعني أنا أريد أن أشتري بعض الكيك. أي صورة؟ هيها اللي فيها الكيك بنكتب I want to buy some cakes الجملة اللي بعدها then I want to buy a doll دول معناها لعبة وين الصورة اللي البنت تشتري لعبة هون بنكتب then I want to buy a doll بنكتبها هون الجملة الثالثة عندي yes there is نعم go straight on اذهب بخط مستقيم then turn right وبعدها امشي لليمين نشوف الجملة اللي وراها excuse me المعذرة is there a restaurant in this street بنكتبها هون عند الجملة الثالثة إذا excuse me المعذرة Is there a restaurant in this street? هل يوجد مطعم في هذا الشارع؟ شو الجواب؟ Yes, there is. Go straight on. اذهب بخط مستقيم. Then turn right. اللي هي الصورة الرابعة. بنكتب الجملة هون. Now, let's move to the next, uh, next page. Open your activity box. page number 54. write the day and the date today is monday monday it is 29th of march 2021 now read and match look at this picture هون عندي بالصورة عندي school مدرسة chemists صيدلية shoe shop محل أحذية عندي بالجهة الثانية باتشرز ملحمة بوك شوب مكتبة بوست أوفيس مكتب بريد توي شوب محل ألعاب وبيكرز مخبز الآن أنا معطيني وصف بدي أحذر عن أي إشي أنا بدي أحكي أول جملة go straight on go straight on معناها امشي بخط مستقيم then turn right امشي بخط مستقيم then turn right بعد هيك لف لليمين it is opposite the bakers opposite معناها مقابل opposite the bakers مقابل المخبز شو في عندي بوست اوفيس فاذا بنوصل مع البوست اوفيس مكتب البريد الجمله الثانيه go straight on امشي بخط مستقيم And then turn left. left معناها لليسار. بعد ما مشينا بخط مستقيم turn left. بدي ألف لليسار. it is opposite مقابل the shoe shop. مقابل الشو شوب شو عندي chemists صيدلية. فإذا شو بوصل مع الكيمستس بوصل الجملة الثانية مع الكيمستس الصيدلية. number three. Turn right لف على اليمين مباشره هون Turn right it is next to the bookshop next to بجانب next to the bookshop شو الاشي اللي بجنب البوك شوب اللي هي patchers اللحام فاذا بنوصل الباتشرز number four go straight on امشي بخط مستقيم then turn right بعدين لف لليمين It is next to بجانب the post office. Next to the post office. شو الإشي اللي بجنب ال post office? Toy shop. بنوصل the toy shop. Now let's move to exercise number three. ننتقل للتمرين الثالث. Listening. التمرين عبارة عن listening. أول إشي نأخذ معاني الكلمات market سوق bakers ملحمة bakers مخبز ريستورانت مطعم بوست اوفيس مكتب البريد الان بدي اكتب كل صوره اول صوره نكتب فوقها ماركت سوق ماركت ماركت ثاني صوره بوست اوفيس مكتب بريد بوست اوفيس ذا ثيرد بيكتشر ثالث كلمه ريستورانت رست تو Rant مطعم The last picture bakers اللي هي المخبز. Bakers المخبز. I will read sentences رح اقرا الجمل ونكتب الكلمة الناقصة ونرتبهم First أولاً we go to the bakers أول إشي بنروح على ال bakers اللي هي picture دي بنحط عندها one then we go to the post office. post office بنكتب هون post office. we go to the post office، أي صورة ال post office؟ اللي هي بي بنكتب هون بي وبنكتب هون to. next we go to the market، بدنا نروح على السوق. market، market، بكمل كلمة market. Next we go to the market أي صورة A نكتب هنا A وهنا 3 The last sentence finally أخيرا we go to the restaurant بنروح على المطعم restaurant picture number 4 وبنكتب هون C وبنكتب كلمة restaurant هيك يا بس بنكون أنهينا تمارين الدرس لليوم Good luck يعطيكم العافية